سعد الحامد محلل سياسي. دكتور اختيت اليوم قمه الرياض بين الدول العربيه وربطت كمحلل سياسي. اول شيء يعني احييك لا شك بان هناك العديد من الجوانب التي ستتطرق لها هذه القمه والمستهدفات التي يعني تحاول هذه القمه ان تصل اليها، على الجوانب السياسيه، على الجوانب الاستراتيجيه، على الجوانب التنمويه، السياحيه، الثقافيه، الاقتصاديه. مجموعه اسيان هي مجموعه تضم 10 دول، لديها مجموعه دول لديها نمو اقتصادي عال، نمو اقتصادي كبير، وبالتالي فهذا الاقتصاد او تجمع الاقتصاديات الموجوده في هذه الرابطه يعود بشكل ايجابي في حال وجود علاقات ايجابيه ووثائق استراتيجيه بين دولنا، دولنا ستتعاون هذه الرابطه. لا شك بان توثيق التكامل بين دولنا وهذه المجموعه سيعود بشكل ايجابي على دولنا في الجوانب الاقتصاديه تحديدا، وكما قلت لك الاطار الامني، وراينا ايضا بان هناك اطارا استراتيجيا خلال 4 سنوات يصب في هذه الزاويه. ولا شك بان التكتلات الاقتصاديه الان الموجوده في شرق اسيا لدينا الان تصور كبير عنها من شنغهاي وغيرها من المنظمات التي استطاعت ان تنقل الاقتصاد من الشرق من الغرب الى الشرق في ظل الظروف المتغيره التي تحيط في دول اوروبا وغيرها من الدول. انا اعتقد بان رؤيه المملكه 2030 والرؤى الموجوده في دول مجلس التعاون الان ستستفيد بشكل كبير من التكامل مع هذه الدول. عندما نتطرق الى التبادل التجاري، خدمة التبادل التجاري وصل بين دول مجلس التعاون ورابطة دول آسيان وصل الى ما يقرب ال 94 مليار دولار في 2014. الصادرات التي تم استيرادها من دول آسيان وصلت الى 4.5 مليار دولار. ايضا اشار سمو ولي العهد قبل قليل الى ان حجم البيعين دول آسيان وصل الى 7% من التجاره العالميه. نتحدث عن ارقام كبيره، نتحدث عن انعكاسات كبيره في حال وجود التكامل الاقتصادي بين دولنا وبين دول هذه الدول مجموعه آسيان. واكيد بان هذه القمه الان تحاول بشكل او باخر ان ترسخ وتوثق العلاقات بين هذه الجوانب ووثائق التفاهم في هذا الاطار في الجانب السياحي. التنموية التي تنشدها المستدامة التي تنشدها فهي تغطي أن يوضح علاقاتها في هذا الإطار مع دول رابطة آسيا في هذه القمة. أتوقع بأن هذه القمة لها صدى كبير، أتوقع بأن تكون يعني على الاقتصاد وعلى دولنا وعلى منطقتنا.